لورا انت بتجاوبي باللهجه السوريه، وجهاد سعد انت بتجاوب باللهجه اللبنانيه. ساعدني شو بدي اقول لك؟ جهاد اهلا. فانا على السؤال جهاد سعد، كيف بتتفاعل مع مسلسل عم تحضره وانت ممثل فيه؟ بونجور، كيفك؟ سافا سافا. كيف يعني بدي اتفاعل مع دوري بالمسلسل ولا مع المسلسل؟ هالمسلسل انت عم بتشوف مع المسلسل كله؟ بطفي التلفزيون احيانا، ما بحب دوري مثلا بطفيه. ما بتحب دوري ما زبطت لبناني؟ المسلسلات اللبنانيه اللي انا بطلع فيها. لا لا، بدك تجاوبني باللبناني. انا عم بجاوب باللبناني. قلت لي دوري. دوري نحن دوري. دوري ايه، هيدي دوري. لورا، إذا عرض عليك دور في بوسة أو قبلة حميمة، تقبلي وليش؟ تقبشيني بسأل جوزي. إذا جوزي قال لي إيه بعمل. إذا جوزي ولا ابن عمي؟ تسألي جوزي. ابن عمي هو بيقرر. طب إذا جوزك قال لك إيه وأنت مش رغباني؟ ما بعملها. ما بتعملي؟ ما بعملها. طيب إذا جوزك قال لك إيه والممثل ما حلو، مو حلو؟ هلا أنا بفضل إنه بلاها. إيه يعني مو محرزه بلبنان ولا بسوريا، مو محرزه البوسه. يعني نحن مش رح ناخذ الاوسكار. صح، مو محرزه. لو محرزه عم يدفعوا بركي دفعوا فريش لو فازا. فريش معلش. يعني شو بيقولوا؟ ما بحسن منيحه، ما بحسن. يعني ضررها اكثر من افادتها. يعني طبيعي. ساندي، هلا شوف ساندي. اوه، كارت سوا للطينات. مين اسرع بشرب الماء؟ بشرب الماء. يلا لنشوف. لورا بتعرفي تزرن؟ ايه بيقولوا بزرنة. ايه البترونة بنقول بزرزة. زرزة. يلا جاهز من عمي الأمان. يلا مباراة. يلا واحد. يلا سبق. واحد اثنين ثلاثة. تقعد انا. يلا لورا، هيدا شو هاد؟ زرزي؟ لورا، هاي مش محسوبة، هاي اللي بتحطي شوي وبتبلعيهم، هيدا ما اسمها لا زرزي ولا زرزي. بجيب لك حدا فيه؟ لا لا. منى بدنا نشوف مين اسرع بفوتي على التواليت. انا كنت عم فكر بشي مشان هيك ما كملت. ما كملت؟ يلا البريق صغير.